تحذيرات فلسطينية من وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك. إلغاء الإضراب العام عقب اتفاق بين الهستدروت والحكومة الإسرائيلية. ورغم النجاح في مناطق أخرى، الحكم المحلي في النقب خال من التمثيل النسائي. جددت مجموعات من المستوطنين بقيادة عضو الكنيسة عن حزب الليكود يودا غليك اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية التي أمنت دخولها ومغادرتها الباحات من باب السلسلة. بدوره حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في بيان له من عواقب التصعيد الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وذلك في أعقاب مطالبة شرطة الاحتلال الإسرائيلي بزيادة الاقتحامات الرسمية للمسجد الأقصى والتعامل مع هذا التصعيد على أنه أمر واقع.